يحكى أن مسلماً ويهودياً دائماً ما يتجالسان، وكان الرجل المسلم كثير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. استغرب من ذلك اليهودي ولم يستطع كبح سؤاله عن السبب، فكانت إجابة الرجل الصالح مقتضبة كالتالي: أتقرب إلى الله ورسوله والهم لا يقربني. شكك اليهودي في صحة الفكرة واتخذ على نفسه عهدا أن يثبت عكس ذلك، فذهب يدبر لصديقه مكيدة حتى أتاه في اليوم التالي بخاتم نفيس يوصيه بأن يحفظه له كأمانة إلى حين عودته من السفر. صلى المسلم على النبي مرارا وأخذ الأمانة ليخبئها، إلا أن عين اليهودي كانت بالمرصاد، وعاد في ليلتها ليسرق الخاتم، ولم يكتفي بذلك بل توجه به إلى البحر وألقى به في أعماقه. مرت أيام معدودات وعاد الرجل يطلب خاتمه، فاكتفى الرجل المسلم بالاستجابة قائلا: لك ذلك، ولكن قبلها أدعوك إلى الغذاء عندي، فقد وفقني الله في اصطياد سمكة كبيرة اليوم. وبوصولهما المنزل أعطى زوجته السمكة لتنظيفها. دقائق معدودات ونادته زوجته لتريه خاتما أخرجته لتوها من بطن السمكة. صعق المسلم واصفر لونه وأخذ يردد: والله إنه لخاتم اليهودي. وتأكد عندما لم يجده في مخبأه. وفي طريقه لإخبار صديقه بالقصة باغته الآخر بالسؤال: لماذا اصفر وجهك؟ هل أضعت الخاتم؟ وبدأ في إطلاق وابل من التهديدات خاتما إياها بقوله: إن لم تعطني خاتمي لأشهدن عليك اليهود والمسلمين في مدينتنا. فما كان على المسلم إلا أن صلى على النبي وقال بهدوء: لك ذلك. تلون وجه اليهودي وسودت شفته، وصار يستحلفه بالله أن يخبره أين وجده. بدأ الرجل الآخر في فهم اللعبة، وما لبث يخبره القصة كاملة حتى صعق اليهودي وأغمي عليه، ليعترف بعد أن استعاد وعيه بحقيقة المكيدة. تأمل فيه المسلم مليا ثم قال له: استطعت بكيدك أن تسرق الخاتم وترميه في البحر، واستطاع الله بقدرته أن ينزل الخاتم في بطن سمكة اصطدتها. أرأيت أن الصلاة على النبي قد كفتني ما دبرته لي من هم؟ وهنا جاء رد اليهودي: صدقت يا جاري، وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.